العنوان من الطيبة للجولان المقوم العنوان بهذه الهتافات علت حناجر الفلسطينيين اليوم في طيبة رام الله التي كانت على موعد مع عرس تضامني وطني تنديدا بالعدوان على سوريا ودعما للجيش والشعب والقيادة السورية. بدون سوريا ما في فلسطين ويعيش بشار الأسد لأنه رجل السلام رجل بين الأسلام والمسيحية لا في فرق مثل ما كانها البابا يوحنا الثاني. جئنا من جبل الشيخ من الأرض السورية المحتلة إلى أرض فلسطين لنقف وقفة واحدة لنصلي لسوريا لنصلي لجيش سوريا لنصلي لقيادة سوريا لنصلي بأن تنتهي سوريا من هذه المحنة ومن هذه الحرب الكونية إن شاء الله. فعند مدخل بلدة الطيبة احتشد المئات من أبناء البلدة والقرى المجاورة لها لاستقبال الوفود القادمة من الجليل والكرمل والمثلث والجولان العربي السوري المحتل. نحن معكم مهما كانت الظروف سنبقى متحدين مع الشعب السوري قيادة وشعبا وحكومة ضد الغزو وضد الحرب وضد إراق الدماء في سوريا الحبيبة. لا نريد أن يعاني بعد أي شعب عربي ما عينيناه نحن بفلسطين وما عاناه الشعب العراقي. بدون كرامة سورية وعزة سورية وشرف سورية ونصر سورية لا يمكن أن يكون نصرا لا لمصر النبي الأكرم ولا لروح الله عيسى ولا لأي قضية إنسانية ولا لأي قضية عادلة في هذا العالم. سوريا تمثل الإنسانية، سوريا هي النموذج الإنساني، سوريا هي نموذج الانتصار والعزة والكرامة. نحن نستنكر هذا العدوان على إخواننا المسيحيين في سوريا الذين يرسلون إليهم المرتزقة ليقتلونهم بسبب زرع الفتنة وتفتيت الأمة العربية وتفتيت سوريا. سوريا بشعبها وقيادتها وتضامنها وجيشها الباسل ستصمد كما صمدت وستنتصر وهي منتصرة بعون الله تعالى. وعبر الحضور أننا مؤمنون بنصر قريب لسوريا وانتصار سوريا هو انتصارا للعرب أجمعين ونحن مطمئنون على فلسطين ما دامت سوريا قوية ومنتصرة. إننا بهذا المهرجان الشامي نرسم خارطة فلسطين، نرسم خارطة بلاد الشام بما يخالف ويناقض خارطة سايكس بيكو، خارطة فلسطين وخارطة بلاد الشام منغرسة في قلوبنا بهذه المهرجانات الشامية. وشكرا. رسالتنا للشعب السوري وللجيش السوري شكرا 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 لصمودكم في وجه المخطط الإمبريالي الهادف لتمزيق سوريا وتمزيق المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية. هنا الطيبة، هنا رام الله، هنا فلسطين، هنا دمشق، هنا عانق الصليب الهلال، هنا أجراس الكنائس وأصوات المآذن امتزجت معا في صلاة واحدة لنصرة سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها على كل من تآمر عليها. عطى فرحات التلفزيون العربي السوري مدينة رام الله.